خلاص في الويكند نجيب كهرباي. مواعيد عرقوب. هاي عاشر مرة تقولي لي مواعيد عرقوب. بالضبط. عرقوب هذا الله يسلمك كان رجال يوعد ويخلف. ما عاد مهتم يا ساكن. كان عنده بستان وعد اخوه يعطيه طلع خلا، ويوم طلعت قال له انتظر لين تصير بلح. صارت بلح، قال انتظر لين تلون. لونت، قال له انتظر لين ترطب. يوم صارت رطب وسرى عليها عرقوب وقصها وغذل نفسه. وانت متى بتوفين بوعودك وتسكرين نيعك وتفكيني من امثالك يا البقره؟ توشي توشي. نسيت انا كمان. خليني.